في الحقيقة عند الخمسين سنة الماضية إلى الآن أبحاث كثيرة جارية على علاج كثير من الأمراض بالخلايا الجذعية، منها الجلطة الدماغية، جلطة القلب، السكري، وبعض من أمراض العيون. مثلاً المريض جاته جلطة في الدماغ ما يقدر يتحرك، ليش؟ لأنه الخلايا اللي في دماغه ماتت. فالمفهوم أنه نستبدل الخلايا الجذعية، نستبدل الخلايا الميتة بخلايا جذعية. لكن إلى الآن كل التجارب على الأمراض هذه ما زالت في مرحلة التجربة العلمية وما وصلت إلى المرحلة التطبيقية العملية. والخلايا الجذعية ما وصلت إلى المرحلة العملية والتطبيقية والآن تستخدم كعلاج إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي ذكرناها واكتشف عليها العلاج اللي هي في مرض سرطان الدم. الحالة الثانية في حالات الحروق يتم استخدام الخلايا الجذعية لتجديد الجلد. والحالة الثالثة خلايا قرنية العين يتم تجديدها باستخدام الخلايا الجذعية. في مراكز كثير حول العالم تستخدم الخلايا الجذعية لعلاج أمراض أخرى، لكنها إلى الآن ما هي بمثبتة.